الدولة المصرية كمان قطعت شوط كبير جدا وقدمت إنجازات الحقيقة كلنا حاسين بيها على أرض الواقع فيما يخص بمشروعات الطرق والمحاور تحديدا. خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أبرز المشروعات اللي اتعملت ضمن خطة تطوير تطوير منظومة النقل وربط شبكة الطرق بخطط التنمية. قطعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شوطاً كبيراً وإنجازات ملموسة في مشروعات المحاور والطرق، حيث وضعت خطة لتطوير منظومة النقل وربط شبكة الطرق بخطط التنمية. بدأت حكاية إنجازات ملف الطرق في 2014 عندما كانت الانطلاقة بإنشاء 7000 كيلومتر طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30.5 كيلومتر، مع تطوير 10000 كيلومتر من الشبكة الحالية وإنشاء 13 محوراً جديداً و935 كوبري ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري ونفق، مع رفع كفاءة 41000 كيلومتر من الطرق المحلية. أيضاً تم إنشاء 3000 كيلومتر طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 كيلومتر، مع تطوير 4000 كيلومتر من الشبكة الحالية ليصبح الإجمالي 14000 كيلومتر، مع إنشاء 21 محوراً جديداً لتصبح المحاور 72 محوراً. هذا بالإضافة إلى إنشاء 365 كوبري ليصبح عدد الكباري 2800 كوبري ونفق، فضلاً عن العمل الجاري لرفع كفاءة 34000 كيلومتر من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة. وبالنظر إلى الطرق والمحاور المطورة، فقد تم تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي والطريق الدائري وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وطريق سفاجة مرسى علم، بالإضافة إلى إنشاء طرق جديدة مثل طرق الجلالة وطنطا السنطة زفتة وشبرا بنها الحر والطريق الدائري الإقليمي ومحور 30 يونيو وبني سويف الزعفرانة. أما عن مشروعات محاور النيل التي كلف بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففي يونيو 2014 وجه رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتراً لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بإنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وليس مجرد كوبري على النيل فقط مثل محور كلبشة وجرجة وبنها وقوس وصملوط. طبعا طفرة كبيرة جدا في منظومة النقل والشبكة القومية للطرق، وكلنا لمسين ده في حياتنا اليومية لما بننزل نروح أي مشوار. زمان كان الوقت بيبقى أطول، الجهد بيبقى أكتر، دلوقتي شبكة الطرق دي ربطت نقاط كثيرة جدا في العاصمة وفي المدن بشكل مباشر، بيوفر في الجهد بيوفر في الوقت، إلى جانب طبعا إن ده بيحفز أي مستثمر أو أي مشروعات استثمارية إنها تشتغل، لأنه شبكة الطرق موجودة بتربط ما بين الموانئ، بتربط ما بين المدن والمدن الأخرى داخل مصر بشكل كبير. بكل تأكيد يا محمد، يعني أعتقد أنه كله دلوقتي بقى بالفعل بالنسبة له الطرق اتغيرت كتير جدا عن الأول. أي حد فينا كان بيروح مشوار كان لازم يبقى عامل حسابه لساعتين مثلا قبلها، دلوقتي بالفعل بقى عندك أولا في سيولة مرورية كبيرة، بقى عندك أكتر من طريق ممكن تستخدمه، ده غير بقى كمان معايير الأمن والسلامة. إحنا للأسف وقت من الأوقات كانت مصر بتتصدر قائمة الدول اللي طرقها غير آمنة تماما، أو حتى لو هنتكلم عن فكرة الطرق الممهدة أو جودة الطرق زي ما بنقول، دلوقتي مصر بالفعل في يعني خلينا نقول من مصاف الدول المتعلقة، هنتكلم تحديدا عن جودة أو معايير الأمن والسلامة الطرق. حتى احنا بالنسبة لنا بقينا بنتابع أنه نسبة الحوادث مش زي الأول تماما الحمد لله، يعني بكل تأكيد. فلو هنتكلم على قطاع الطرق تحديدا هو طفرة كبيرة جدا، وقطاع الطرق بينعكس على ملفات كتير جدا وقطاعات كتير جدا، ده غير أنه هو كمان بيبقى يعني المواطن دايما هو بيشعر بيه على أرض الواقع.